بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل طلابي وطالباتي في تالتة ابتدائي برايمري 3 دفعة 2025 في حصة يوم الاثنين مونداي 30 سبتمبر. تكلمنا امبارح في الحصة في الوحدة الثالثة طبعا يونت 3 عن السؤال عن وظيفة العضو، ازاي اسأل عن عمل او وظيفة عضو الجسم. السؤال بيتكون من خمس خطوات سهلين جدا: وات، ما او ماذا، وبعدين بحط فعل مساعد دو او داز، ما بتترجمش بس لازم يتحط عشان ده مضارع بسيط. دو بتيجي مع الفاعل الجمع وداز بتيجي مع الفاعل المفرد، يبقى حسب نوع الفاعل. بعد كده الخطوة الثالثة بحط اسم العضو اللي هو يعتبر الفاعل، اوكي، عضو الجسم، ثم دو بمعنى يفعل او يعمل والكويستشن مارك. يبقى مثال مثلا: What does the skin do؟ What does the skin do؟ ماذا الجلد يعمل؟ ماذا الجلد يفعل؟ ما وظيفة الجلد؟ اوكي، الإجابة طبعا بتبقى حسب بقى الايه الوظيفة. اوكي، ببدأ تاني برضو بالفاعل اسم او ضمير، يعني انا حطيت في الإجابة هنا كلمة ات عايدة على مين؟ على الجلد، لانه طبعا مفرد غير عاقل غير مجنس. يعني protects الفعل يحمي، وبعدين my body اللي هو المفعول جسمي، انه يحمي جسمي، يبقى هذه الوظيفة بتاعته نقطة فول ستوب. دخلنا بعد كده على الكلمات الجميلة: string خيط string string paper clip دبوس أو مشبك ورق paper clip paper clip scissors مقص scissors. الكلمة دي جامعة دايما مع انه مقص واحد لانها فردتين طبعا. اس سي بتنطق سا اي، اس اس تنطق زا، او ار اس الجامعة تنطق زا scissors. nail مسمار او ظفر، ظفر يعني nail. ان اي اي تنطق اي اي ال. coin عملة معدنية coin coi تنطق oi n. glue صمغ أو غراء glue glu e silent، اليو هنا بتنطق او بمد كده. pencil قلم رصاص pencil pencil. اوكي، دي كانت كلماتنا وكان الشرح القواعد بتاع حصة يوم الاثنين. نرجو التركيز والاهتمام والمذاكرة. كان معكم مستر وائل ربيع البدري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.